السلام عليكم. فيديو جديد من مطبخ سارة يوسف. اليوم غنوجدو بطبوط صغير اللي كيكون خفيف وكيكون رطب وكيكون من فوق خاوي من الداخل. بالنسبه للعجين عندي نص كيلو ديال الدقيق الابيض وربع كيلو ديال الفينو ولا دقيق القمح الصلب. عندي الخميره يعني هتبقى على حسب حراره الجو. هنايا درت معلقه كبيره ما كاملاش. غنزيد لها شويه ديال السكر حبيبات سكر سنيده وغنجمع العجين ديالي بالماء الدافئ الماء اللي البروده ديما تنقولها حقاش الماء الساخن راه تيقتل لينا الخميره ما كيخليهاش تكاثر. ودائما الملح ما نضيفوهش من الاول مع الخميره لانه كيبطئ عمليه التخمر. يعني نجمع العجين ديالي نجمعه بالماء الدافئ كيف ما قلت وعاد باش في الاخير انا عاد باش كنزيد الملح نجمع بالماء مزيان. هادشي يعني انا كنوريه للمبتدئات من طبيعه الحال. ملي كنجمع العجين كنجيب شويه الملحه وتنكب عليها شويه الماء وكنبدا ندخل هاد الماء كنبدا ندخلو للعجين ديالي. هانتوما تشوفوا كنبدا ندخلو بيديا وغنبدا ندلك. انا ملي تنبدا ندلك تنبدا نزيد الماء يعني انا كندلك بالماء. هادشي علاش باش تولي عندنا واحد العجينه اللي مرخوفه اللي شابعه ماء لان لا المسمن ولا البطبوط ولا الخبز ضروري خاص يكون العجين يكون مرخوف ما يكونش قاصح. الا كان قاصح حتى الخبز كيجينا قاصح حتى المسمن كيجينا قاصح حتى البطبوط كيجينا قاصح. يعني نبقى ندلك واهم حاجه هي اننا نرخفو بالماء نبقى ندلك مزيان العجين ديالي ونزيد الماء. ملي كان داك العجين ديالي مزيان كنحس بيه انني تحصلت على عجين كما قلت مرخوف وخفيف كنقسم هاد العجين اللي عندي كنقسمه لجوج ولا ثلاثه باش ملي نبدا نطلق في العجين تكون وحده كترتاح ماشي نبقى نطلق في العجين ونجمعو وخاصو يرتاح شويه باش يعطيني الطوح باش نقطعو. انا تنقسمو وتنبدا نخدم بكل وحده بوحدها كنرش عليه شويه دقيق ونغطيه نخليه يخمر ويرتاح على الاقل واحد ثلث ساعه عاد باش نجبدو ونبدا نخدم فيه. هانتوما تشوفوا العجين ديالي كنرش الدقيق على سطح العمل وغنبدا نطلقو ندلكو مزيان يكون رقيق شويه لانه مازال غيخمر يعني خصو يكون رقيق شويه باش ما يجينيش فيه الداخل ديالو عامر ما تجينيش فيه البابه هكاك علاش تنحاول نديرو رقيق. بالنسبه انا تنقطعو غير بالكاس يعني سواء كانت قطاعه ولا زلافه ولا كاس اللي كان كنقطع به كندير به دوائر تقدروا ديروه مربعات مثلثات اللي بغيتو كيجيو في المنظر مزيان. هانتوما تشوفوا معايا الدائره كيفاش كتكون. انا حاولت نوريكم السمك ديال كل بطبوطه قداش كيكون لانه مازال غيخمر كيف ما قلت يعني نحاولوا نقطعوا يكون رقيق شويه. صافي ملي تنسالي تنديرهم فوق الطرف ديال التوب وكنغطيه وكنخليه ثاني يخمر واحد المده باش نبدا نطيبه. بالنسبه للطياب اللي هو اهم حاجه واللي نتمنى ديروا بالنصائح ديالي البطبوط غير نحطو يعني انتما تشوفوني نحطو واحد العدد خصني نقلبو ديك الساعه غير يشد في راسو نبدا نقلب فيه ومحدوه هو تيطيب وانا كنقلب هكا باش كنتحصلوا على بطبوط اللي كيكون خاوي من الداخل سواء هذا الصغير ولا حتى الكبير.
هانتوما تتشوفوا انا راه غير كنحطو تنحس بيه شويه وتنعاود نقلب. هانتوما تتشوفوا هنايا بدا كيتحمر وبدا تيتنفخ. نتمنى انكم تكونوا كتشوفوا زعما هي كيفاش هو منفوخ. نحاول نوريكم انه راه منفوخ، ومن طبيعة الحال ملي كنحلوه من الداخل كنلقاوه خاوي، وكيكون سهل علينا اننا نحلوه من الداخل باش نعمروه. صافي البطبوط ديالي كنبقى نقلب فيه ونعاود نقلب فيه حتى كيتحمر ليا مزيان ونتحصل على الضبيطات من الفوخين. صافي وكنحيدهم. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه ديالي وتفعلوا الجرس وجيم الفيديو وتعليق محفز. وشكرا لكم بزاف وبصحه وراحه، والى فيديو جديد ان شاء الله.